السلام عليكم. نبدا بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواني بتمنى منكم تشتركوا بالقناه، حطوا لنا لايك وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم ان شاء الله من ابن الشام كل شيء جديد. طبعا اذا شفت انت قناه ابن الشام وابن الشام بيستاهل، اذا شفته انت ما بيستاهل لا تشترك ولا تحط لايك ولا تفعل زر الجرس ولا تعمل اي شيء. تمام، انا بدي العالم تشترك عندي بالقناه، او اللي بحط لي لايك بدي اياه يشوف انه القناة تستاهل هذا الشيء، تستاهل اشتراك، تستاهل حط لايك. تمام، اذا شفتني انت ما بتستاهل ما عندي انا اي مشكله، ميت اهلا وسهلا فيك. المهم موضوع اليوم مثل ما شفتوا انتم بعنوان الفيديو، موضوع كثير مهم وانطلب مني بالتعليق، موضوع اللي هو الاغلبيه خاصه المبتدئين عم يعانوا من هذا الموضوع، اللي هي الانتاي ما عم تحط البيض، عم تلف العش تمام وما عم تحط البيض، انتاي عندي جاهزه وما عم تلف العش. تمام، شو هي المشاكل اللي ممكن انت كمبتدئ مثلا تواجهك بموسم التزاوج؟ طبعا اللي ما بيعرف موسم التزاوج بيبدا المظبوط ب 15/3، في بعض المربيين بيبداوا قبل وفي بعض المربيين بيبداوا بعد 15/3، يعني هذا الشيء راجع لكل مربي وحسب تجهيزه لطيوره وحسب كمان جهوزية طيوره، وبالبداية بالنهاية هذا الشيء توفيق من الله عز وجل. طيب أنا عندي انتاي، كيف الانتاي هاي بدي جهزها؟ رح أمشي معكم خطوة بخطوة. أول نقطة لازم تعرفها اللي هي لازم تكون الانتاي عمر البلوغ. طيب امتى بتكون بعمر البلوغ او بعمر الجوازية؟ يوم اللي يصير هي عمرها بين 8 اشهر للسنة، يعني في طواير، يعني في اناتي بتجهز بعمر 8 اشهر وفي اناتي عمرها 8 اشهر لساعتها ما انا جاهزة. تمام، حسب تقديمك انت للغذاء، حسب انت كم ساعة عم تقدم إضاءة، حسب الجو عندك درجة الحرارة تمام أو الرطوبة. هدول العوامل الأربعة بيلعبوا دور كتير كبير بالنسبة للإنتاي أو بالنسبة للذكر، حتى بالنسبة للجهوزية الجوز. تمام، مشان تحطها أنت هون بعين الاعتبار وقاعدة تبني أساس المعلومات عليها، اللي هي أربع شغلات: الرطوبة، اول شيء نحن نبلش بالتغذيه، الحراره عندكم، الاضاءه عندكم، اخر شيء الرطوبه. طيب بعد ما انا عرفت عمر الانتاي عندي صار 8 اشهر او 9 اشهر، انا هون بقول ممكن صار على وجه جهوزيه. طيب النقطه اللي بعدها، هل ترى الانتاي عندي انا بغيار الريش؟ هل ترى الانتاي عندي انا مثلا مريضه لا سمح الله؟ هل ترى الانتاي عندي كانت من قبل مريضة وعالجتها وطابت؟ هذا كلياته بيلعب دور كتير كبير على جهوزية الانتاي تمام وعلى لفة للعش ووضعها للبيض. طيب هل ترى مثلا نحن نسأل حالنا سؤال، اذا عندي الانتاي انا مثلا لفت العش، احد الاسباب يعني لفت العش مثلا وما باضت، هل ترى بيلعب دور الانتاي كانت عندي انا مسبقا مثلا مريضه تمام وعالجتها وطابت الحمد لله رب العالمين؟ هل ترى بيلعب دور وضعها للبيض، يعني تتاخر بوضعها للبيض؟ نعم بيلعب دور كتير كبير. ممكن انت مثلا ما تعرف هذا الشيء، لا اخي الكريم بتلعب دور كتير كبير اذا الانتاي عندي كانت انا مريضه مسبقا وعطيتها العلاج، وخاصة إذا كان علاج كيماوي. ممكن تلف عندك العش بس ما تبيض. جايكم إن شاء الله بهذا الفيديو يعني لوصلكم للزبدة وللنقطة يلي هي النقطة المهمة بالنسبة للإنتاي. بس أنا ماشي معكم خطوة بخطوة، بتمنى منكم بس ما تكرروا الفيديو، لأنه أنا ما طالع أنه مثلا أنقي محاضرة ولا أنا طالع أعمل مناظرة ولا شيء، أنا طالع أعطيكم معلومات في سبيل الله وإلكم السلام عليكم. فأنا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين عندي إنتاج وأنتم شفتوا بعينكم
والطيور كلها هلا الحمد لله يعني عندها فراخ وعندها بيض. فهي المعلومات عم اقدمها ان شاء الله في سبيل الله لكم اخواني حبايبي. طيب ما تنسى تحط لنا لايك اللي وصل معي للنقطة هاي. الله يعز الجميع يا رب. المهم هل يا هل ترى الانتاية عندي اذا كانت بغيار الريش جزئي، غيار ريش جزئي وكانت لافة العش وما وضعت البيض، تأخرت بوضع البيض، بلعب دور؟ نعم اخي كريم بلعب دور. طيب انا كيف اعرف الانتاية عندي دخلت بغيار ريش جزئي؟ يوم اللي تشوف انت بأرضية القفص ريش ناعم، ريش ناعم تمام، بس تشوف انت ريش كبير وريش ناعم هذا غيار ريش كامل. بس لما انا اشوف ريش ناعم تمام هذا غيار ريش جزئي، بس لما اشوف انا ريش الجناح وريش الديل هذا ريش كامل. طيب بلعب دور؟ نعم بلعب دور كتير كبير اذا كان عند الانتاي انا بغيار ريش جزئي. طيب اذا الانتاي عندي مثلا لافة العش ووقع القفص وتأخرت بوضعها للبيض كمان بلعب دور. اذا الانتاي عندي بغرفة ونقلتها على غرفة تانية كمان بلعب دور. اذا انت ببيت ونقلت على بيت تاني كمان بلعب دور تمام. اذا حاطة انت مع ذكر وهذا الذكر ماله متوالف مع الانتاي عم يصير في تشاجر بيناتهم كمان تتأخر بوضعها للبيض. واذا كانت بقمة الجهوزية تمام ممكن تبيض بأرضية القفص. طيب في مشاكل كتير ممكن تأخر الانتاي بوضعها للبيض. طيب شلنا هذول المشاكل كلها تاع جنب، اجينا لجوز شغال، جوز بقمة الجهوزية، جوز عمره مثلا تقريبا 12 شهر مثلا 13 شهر تمام. مهم جوز عندي انا كامل مكمل الكمال لله عز وجل. شو وجب علي انا اساوي لحتى ساعد الانتاي بوضعها للبيض داخل العش؟ نحن اجينا هون لصلب الموضوع يلي هو اسمه عنقود البيض داخل بطن الانتاي. شو يعني عنقود البيض داخل بطن الانتاي؟ انا كمبتدئ ما بعرف. طيب هو عنقود البيض هون اللي بتكون فيه البيض سبحانه وتعالى ببطن الانتاي بهذا المكان تمام. طيب انا كيف بدي ساعد الانتاي على تكوين بيض داخل عنقود البيض او بعنقود البيض داخل بطنه؟ وجب عليك اخي الكريم اختي الكريمه لما الانتاي عندك تبلش تجهزها. طيب في عالم عم تقول انه بس تبلش تلف العش، هذا كلام مرفوض، اسمع من ابن الشام وكب البحر، او بتحب تنفذ بارك الله. لما انت يا عمي عندك تبلش بدك تجهزها انت حاطه بقفص والذكر بقفص تمام والاثنين مو شايفين بعض، لازم تبلش تدعمها بالغذاء المناسب. شو هو الغذاء المناسب؟ الغذاء المناسب هو البيض المسلوق تمام. انا بحكي بيض مسلوق لانه في عالم ما في تقدم باتيه وانا ما بحفز البيض المسلوق، بس انا بذكره لانه في عالم ما في تقدم باتيه يا اخي، غالي الباتيه تمام. البيض المسلوق مع قشره ربع بيضه للانتاي بعد 6 ساعات بالصيف و12 ساعه بالشتاء بتكب الربع بيضه. هاي اول نقطة. النقطة اللي بعدها فيك تقدم انت مثلا عظام الحبار. عظام الحبار لازم تكون موجودة بالقفص من اول الموسم عمي، موسم التزاوج لاخر موسم التزاوج. انا بالنسبة لي ابن الشام عظام الحبار جميع الاوقات، موسم التزاوج، موسم الراحة، غيار الريش، التجهيز بجميع الاوقات. المهم النقطة اللي بعدها النقطة الثالثة، في عندك انت باتي فيك تقدم باتي، قدم باتي. هذا الشيء كلياته بيساعد الانتاي على تكوين عنقود البيض داخل بطنه تمام. يعني هي الانتاي بحاجة للكالسيوم بهذا الوقت او بهي الفترة. طيب فيني اقدم خضروات؟ اقدم خضروات
فيك تقدم فواكه؟ نعم اخي الكريم فيك تقدم الخلطات. هلا بالنسبه للاخ اللي عم يقول لي انه عملنا مثلا برنامج للخلطات والى اخره وكذا، ان شاء الله جايكم انا بسلسله كامله كيف انا بقدم الخلطات. طبعا الخلطات ما بقدم انا بشكل عشوائي، مهم اني قدمت لهم خضروات وفواكه، لا رح فرجيكم ان شاء الله بجدول كامل. طيب انت بالنسبه لك هلا بس سكرت الفيديو اكتب خلطه ابن الشام، بس ما عندك انت غير هذا الفكره تكتبها، انت رح يطلع عندك كل الخلطات اللي انا عاملها، وعامل باتيه من الخبز السمون، وعامل باتيه من الكسكس المغربي، اكله مغربيه كمان عامل انا باتيه من الكسكس المغربي، كثير ممتازه وكثير مفيده للطيور وخاصه بهذا الوقت. طيب اخي الكريم لما انت تقدم له هدول الفيتامينات الكالسيوم المعادن تمام بيساعدها على تكوين البيض. انا ما عم بحكي هلا عن موضوع المحفزات الجنسيه يعني مثلا العسل والمكسرات والى اخره، انا موضوعي موضوع عنقود البيض تمام. بعطيها كالسيوم فيتامينات معادن ضمن برنامج غذائي اسبوعي تمام، ما بعطيها بشكل عشوائي. لما تدعمها بهذا الشيء الانتاي عندك ان شاء الله تعالى رح تلف العش، نحن بنحكي اذا كانت انتاي جاهزه وما فيها امراض وبا الى اخره تمام. هذا الشيء كلياته بيساعدها على تكوين عنقود البيض داخل بطنها. ما تقلي انت قدم بس خلطات، عفوا بس الخلطه البذور وانا الله يحب المحسنين، هذا الشيء مرفوض. بدك تساعد الانتاي تمام بالمكملات الغذائيه. بس الانتاي عندك انت لفت العش تمام، قلت لكم انا بتدخل الذكر عليها بعد عمليه التشويق، وبس الانتاي وضعت البيض داخل العش اياك ثم اياك تقدم بيض مسلوق. ليش؟ لانه حيصير عندها تشحيم، وكذلك الامر رح يصير عند كمان الذكر تشحيم. البيض المسلوق بوقفه، امتى بقدمه؟ يوم يصير عندي انا افراخ عمره اسبوع تمام اخواني. هذا هو كان فيديو لليوم، هذا الشيء لازم انت تقدمه للانتاي يلي ما لفت العش قبل. لا حدا يقول لك بس تلف العش عطيه واعطيه، لا نصيحه والنصيحه كانت بجمل، ادعم الانتاي قبل ما تلف العش. وان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، بتمنى التوفيق للجميع. كان معكم اخوكم ابن الشام والسلام عليكم.